يوم صيفي جميل. هل تستمتعون بوقتكم يا أصدقائي؟ ما الأمر يا أصدقائي؟ ما الأمر يا بلبل؟ لماذا لا تريد أن تسبح مع أصدقائك؟ فهمت يا بلبل، ليس لديك عوامات ولا تعرف كيف تسبح من دون عواماتك. يبدو أن صديقنا بلبلاً يشعر بالخوف من السباحة من دون عوامات. تريدان أن تعرفا ماذا يجب أن تفعلا لمساعدة صديقكما؟ هذا لطف منكما. حسناً، يمر أصدقاؤنا بموقف مماثل، دعونا نرى ما سيحدث. هذا جميل جداً يا أعزائي، إنكم تريدون مساعدة صديقكم. من المهم أن تسأل صديقك عما يحتاجه كي تخبره بأنك تهتم لأمره. بالضبط، إنه لأمر رائع أن تخبر صديقك بأنك موجود من أجله من دون محاولة تغيير ما يشعر به أو ما يريد القيام به. هذه فكرة رائعة يا حسون، من الجيد جدا أن تقدم لبلبل عوامتك القديمة التي أصبحت صغيرة عليك. والآن يا بلبل، هل تريد تجربة عوامة حسون؟ رائع رائع، يمكن للجميع الآن اللعب في المسبح معا. هاهاهاهاي